بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، حمدا ملء السماوات والأرض وملء ما شاء من شيء بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان على سائر الأنبياء والمرسلين، وعلينا وعلى مشايخنا وذوينا وأحبابنا وسائر المؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العليم. ربي يسر ولا تعسر، ربي زدنا علما وحلما وفهما وعقلا، رب اتمم بالخير والسعادة، والله ولي التوفيق ومنه التحقيق وبه التصديق. إنما الأعمال بالنيات والعاقبة للمتقين. إن أريد إلا الإصلاح وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، وما علينا إلا البلاغ المبين. ثم لدينا قراءة وشرح باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. شراح قالوا بالمد والقصر، المد يعني بكاء، قصر بكاء فقط. ما الفرق بينهما؟ قيل بالقصر سيلان الدمع من الحزن، وهذا هو معنى البكاء بالقصر بدون الهمزة، همزة المد. الدمع يعني سيلان الدمع، نزول الدمع من العين بسبب الحزن، هذا بكاء. وبالمد يعني بكاء هو رفع الصوت معه، يعني مع سيلان الدمع يسيل الدمع، مع ذلك يرفع الصوت، هذا هو رفع الصوت، هو البكاء. ثم قال إبراهيم الباجوري رحمه الله في شرحه المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية، وهو يعني البكاء أنواع، بكاء رحمة ورأفة هذا نوع، ثم بكاء خوف وخشية، ثم ثالث بكاء محبة وشوق، رابع بكاء فرح وسرور، ثم خامس بكاء جزع من ورود مؤلم على الشخص لا يحتمله، ثم بكاء حزن. والذي سبق بكاء جزع، هذا بكاء حزن، ثم بكاء مستعار، هذا بكاء أو مستعار، نعم بكاء مستعار، كبكاء المرأة لغيرها من غير مقابل، يعني من غير أجرة، بدون المقابلة يكون الاستعارة استعارة. فإذن هنا أيضا بكاء مستعار، كبكاء المرأة لغيرها من غير مقابل، وبكاء مستأجر عليه، بكاء مستأجر عليه كبكاء النائحة.
ثم بكاء موافقة ما هو؟ وهو بكاء من يرى من يبكي فيبكي ولا يدري لأي شيء يبكي. مثلا هذا الأطفال يبكون هكذا بكاء موافقة. ثم بكاء كذب ما هو؟ بكاء المصر على الذنب، رجل يصر على الذنب ثم يبكي عليه، بكاء كذب. هكذا أنواع. ثم من أي نوع كان بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بكاؤه صلى الله عليه وسلم تارة يكون رحمة وشفقة على الميت. نعم، كان رأفة وشفقة على الميت، وتارة بإذن هذا النوع الأول بكاء رحمة. ثم وتارة يكون خوفا على أمته، وتارة يكون خشية من الله تعالى. بكاء خوف، بكاء خشية، بكاء رحمة، كل هذا من أنواع بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتارة يكون اشتياقا ومحبة مصاحبا للإجلال والخشية. متى هذا؟ بكاء الشوق والمحبة عند استماع القرآن، عند استماع رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن يبكي، يعني بدون ذاك تلك الأسباب الماضية. إما يكون يعني عند الاستماع أيضا يبكي خشية لله تعالى، وكذلك يبكي خوفا على الأمة. لو لم يكن هذه الأسباب، بل بكاء عند الاستماع إلى القرآن، فبكاؤه لأجل الرحمة الشوق والمحبة مع الإجلال والخشية هكذا. ثم بالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي عيسى محمد بن عيسى بن زورة الترمذي، الترمذي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه في الدارين، قال حدثنا سويد بن نصر رضي الله عنه قال أخبرنا عبد الله بن المبارك رضي الله عنه عن حماد بن سلمة رضي الله عنه عن ثابت رضي الله عنه عن مطرف رضي الله عنه وهو ابن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه عزيز كعزيز المرجل من البكاء. من أبوه؟ عبد الله بن الشخير رضي الله عنه. وقال أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، حال إتيانه إياه كان في الصلاة. إذن هو انتبه إلى صلاته، راقب يعني أحواله بصلاته. وعندئذ لجوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لقلبه عزيز، عزيز يعني هذا صوت الغليان، غليان الماء، غليان القدر، القدر لو أغلي الماء فيه أو شيء آخر أغلي يكون له صوت، هكذا صوت لجوف رسول الله صلى الله عليه وسلم كعزيز المرجل من البكاء، يعني خنين هو صوت البكاء، والمعنى كصوت غليان القدر. المرجل هو القدر من النحاس والحديد أو مطلقا، هكذا يعني قال بعض الشراح. قيل معناه يجيش جوفه ويغلي بالبكاء. الله، نعم هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي عند القراءة. ثم ولجوفه عزيزا، صوت البكاء غليانه بالجوف. ثم
وهذا وهذه الحال إنما كان يعرض له صلى الله عليه وسلم عند تجلي الله عليه بصفات الجلال والجمال معا. يعني هذه الحالة يعرض لجوفه عزيز كعزيز المرجل. وهذه الحالة تعرض له صلى الله عليه وسلم عند تجلي الله تعالى عليه بأي شيء؟ بصفات الجلال والجمال معا. فيمتزج الجلال مع الجمال، وإلا فالجلال غير الممزوج لا يطيقه أحد من الخلائق. تجلي الله تعالى بصفات جلاله فقط لا يطيقه أحد من الخلائق. فإذا لو تجلى بجلاله وجماله معا يطيق فقط، فإذا تجلى عليه بصفات الجمال المحض تلألأ نورا وسرورا وملاطفة وإناسا وبسطا. هذا يتحمل. يعني تجلي الله تعالى بصفة الجمال يتحمل يطيق. يطيقه هو العبد. ثم من هذا استنبط أو استنبط أهل الطريقة والتصوف الخوف والوجل والتواجد في أحوالهم. عندهم هكذا أحوال، عندهم هكذا يعني أذكار، عندهم أذكار تسحبها هكذا حالات، يعني حالات القلب أو حالات يعني التواجد والبكاء هكذا، كل أولا يكون اصطناعا تصنعا ثم بعد ذلك يكون طبيعيا. نعم هكذا الحديث. ثم وبه قال حدثنا محمود بن غيلان رضي الله عنه قال حدثنا معاوية بن هشام رضي الله عنه قال حدثنا سفيان رضي الله عنه عن الأعمش رضي الله عنه عن إبراهيم رضي الله عنه عن عبيدة رضي الله عنه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اقرأ علي. فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزلا. قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت سورة النساء حتى بلغت وجينا بك على هؤلاء شهيدا. قال فرأيت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تهملان معناه تفيضان وتذرفان الدمعا. نعم تفيضان دمعا. نعم فإذن لماذا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمع من الآخر؟ إنما أحب ذلك لكون السامع خالصا لتعقل المعاني بخلاف القارئ، لأن يكون على تمام التدبر في القراءة، يكون السامع هكذا في كمال التدبر بخلاف القارئ، فإنه مشغول بضبط الألفاظ وإعطاء الحروف حقها هكذا. نعم فإذا يكون مشغولا بأمور أخرى، لا يستطيع أن يركز ذهنه على التدبر فقط والتعقل فقط، لذلك هكذا. وكذلك علة أخرى، ولأنه صلى الله عليه وسلم اعتاد سماعه من جبريل عليه السلام، والعادة محبوبة بالطبع. العادة محبوبة بالطبع، فإذا كان يسمع من جبريل عليه السلام، فإذا لأجل هذه العادة أحب أن يسمع من آخر أيضا. نعم. ومن فوائد هذا الحديث التنبيه على أن الفاضل لا ينبغي أن ينف من الأخذ عن المفضول، فقد كان كثير من السلف يستفيدون من طلبتهم. نعم
ثم أنا فقرأت سورة النساء. هو تعجب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تعجب وسأله أقرأ عليك. ذكر علي القاري رحمه الله أيضا نفس الليلة، وذلك أن المستمع أقوى على التدبر وأنشط على التفكر من القارئ، لذلك لاشتغاله بالقرآن. نعم تفسيره ذكرنا، يعني مشتغل هو مشغول بإعطاء كل حرف حقه، وهكذا. إذن هو قرأ سورة النساء إلى هنا، وجينا بك على هؤلاء شهيدا. عندئذ يعني نظرة ابن مسعود رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن عيناه تهملاني تهملاني أو تهملاني، نعم تهملاني أو تهملاني. ثم لماذا بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن بطال نقل عنه علي القاري: إنما بكى صلى الله عليه وسلم عند تلاوة هذه الآية أنه مثل لنفسه أحوال يوم القيامة وشدة الحال الداعية إلى شهادته لأمته بالتصديق وسؤاله الشفاعة لأهل الموقف، وهو أمر يحق له طول البكاء. نعم، إذن عند قراءة هذه الآية تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهوال المحشر، أهوال القيامة. نعم، كذلك يعني تذكر شدة الحال الداعية إلى شهادته صلى الله عليه وسلم لأمته بالتصديق، حال شديدة. كذلك سؤاله الشفاعة لأهل الموقف، هكذا هناك شدة الحال أهوال يوم القيامة، لذلك بكى. نعم، هكذا ذكر ابن بطال. والذي يظهر أنه بكى رحمة لأمته، فإذا الأول يعني هذا الذي ذكره ابن بطال، هذا البكاء من نوع يعني الخوف، نعم والخشية على الأمة. ثم ذكر العسقلاني رحمه الله تأويل آخر، سببا آخر، أنه بكى رحمة لأمته. لماذا؟ لأنه علم أنه لا بد أن يشهد بعملهم، وعملهم قد لا يكون مستقيما فقد يفضي إلى تعذيبهم. ذكره العسقلاني. نعم، يمكن أن يعني كلاهما بكاء رحمة وبكاء خشية على الأمة. وبه قال حدثنا قتيبة رضي الله عنه قال حدثنا جرير رضي الله عنه عن عطاء بن السعيب رضي الله عنه عن نبيه أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى لم يكد يركع ثم ركع، فلم يكد يرفع رأسه ثم رفع رأسه، فلم يكد أن يسجد ثم سجد، فلم يكد أن يرفع رأسه ثم رفع رأسه، فلم يكد أن يسجد ثم سجد، فلم يكد أن يرفع رأسه، فجعل ينفخ ويبكي ويقول: ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون، ونحن نستغفرك. فلما صلى ركعتين انجلت الشمس، فقام فعبد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا انكسفا ففزعوا إلى ذكر الله، فإذا انكسفا ففزعوا إلى ذكر الله تعالى. نعم، في هذا الحديث أيضا ذكر بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وصف هذه الصلاة،
قال فجعل ينفخ ويبكي ويقول يا ربي لم تعدني ألا تعذبه ما نفيه. ماذا؟ البكاء مع الدعاء نعم، البكاء مع الدعاء. إذن أي يوم هذا؟ وهو يوم مات إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في البخاري بلفظ كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم. هذا يعني فيما بعد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. هل قيل أن الشمس انكسفت لحياة أحد؟ نعم، كما قيل في حجاج انكسفت الشمس في زمنه، وقيل أن انكساف الشمس، قيل إن انكساف الشمس لأجل حياته. نعم، ثم هذا يعني هنا صلاة طويلة جدا. هذا صلاة الكسوف على ثلاثة أنواع. قال ابن حجر رحمه الله جاء فيها يعني في صلاة الكسوف كيفيات مختلفة، والمعتمد عندنا أن لها كيفيات ثلاث، أدناها أن تصلى ركعتين كسنة الظهر. وهذا يعني أدون هذه الكيفيات الثلاثة، تصلى ركعتين كسنة الله فقط، ليس فيه زيادة ولا تطويل هكذا. ويليها أن تصلى ركعتين كل ركعة فيها قيامان وركوعان، لكن مع الاقتصار على الفاتحة وسورة قصيرة، سورة قصيرة زيادة يعني ركوع وقيام فقط، والباقي كله سواء. ثم ليس في السجود زيادة. ثم أعلى هذه الكيفيات الثلاث أن يقرأ في القيامين الأربع، أن يقرأ في القيامات الأربع بما صح عنه صلى الله عليه وسلم من قادر البقرة في الأولى ونحو 200 آية في الثانية و150 في الثالثة و100 في الرابعة، هكذا يعني تطويل القيام والقراءات. ثم كذلك يعني تطويل الركوع والسجود هكذا كما ذكرنا قرأنا في هذا الحديث. نعم، ثم لما يعني ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، كذلك ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون، فإذا أنا فيهم أيضا وهم يستغفرون أيضا، فإذا لما زال هذا. فكذلك في الأخير قال فإن انكسفا ففزعوا إلى ذكر الله تعالى. هذا الفزع إلى الرجوع إلى ذكر الله، لماذا؟ لأن الكسوف مظنة العذاب. قال ابن حجر رحمه الله لأن الكسوف ربما دل على وقوع عذاب ومظنة عذاب، أو هذا يدل على يعني تخويف. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وما نرسل الآيات إلا تخويفا. الله تعالى يرسل الآيات تخويفا، يعني هذه الآيات بما فيها انكساف الشمس، كسوف الشمس، كسوف القمر، كلها من آيات الله تعالى، وهذه الآيات يعني تدل على قدرته تعالى، فالله القادر يفعل بعبده ما يشاء. إذن الله القادر على تدبير هذه الكواكب، هذا العالم، يفعل به ما شاء، فإذن هو يفزع إلى الله تعالى وإلى ذكره
ويستغفر ويصلي هكذا. كذلك يمكن أن ينزل مع هذا يعني عذاب. وهنا يعني دراسات علمية كشفت عن كثير من الآفات التي تنزل وقت الكسوف. نعم هناك ظواهر كونية، لذلك هم يرشدون يعني أهل هذه الدراسات العلمية الحديثة يرشدون الناس ألا يخرجوا وقت الكسوف، وألا ينظروا إلى يعني إلى الشمس أو إلى القمر وقت الكسوف. هكذا عندهم يعني إرشادات، هم يقولون ألا يتناولوا الطعام إذا في هذه الأوقات. نعم، فإذا هذه المظنة تتحققت عندهم. نعم، هذه الدراسات العلمية الحديثة حققت هذه يعني الآفات التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله فإذا انكسف فافزعوا إلى ذكر الله تعالى. نعم، فجعل ينفخ ويبكي بحيث لا يظهر من النفخ ولا من البكاء حرفان أو حرف مفي لا يبطل الصلاة. إنما قال ذلك لأن الكسوف مظنة العذاب، فإن كان وعد الله لا يتخلف. ما هو وعد الله؟ ألا تعذبهم وأنا فيهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ألا تعذبهم وهم يستغفرون، هذا وعد الله لا يتخلف. لكن يعني غلا عن هذا الوعد، بل نظرا إلى الكسوف فقط. نعم، نظرا إلى الكسوف فقط ومظنة العذاب. نعم، هذا الوعد يعني ألا تعذبهم، هذا عدم العذاب يعني عذاب شامل كما وقع للأمم الماضية. نعم، أما العذاب غير الشامل بعدم استرسال القوم الناس بالأمة جميعا، هذا يقع كما وقع كثيرا. ثم بعدهم وبه قال حدثنا محمود بن غيلان رضي الله قال حدثنا أبو أحمد رضي الله عنه قال حدثنا سفيان رضي الله عنه عن عتاب بن الصعيب رضي الله عنه عن كلمة رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي فاحتضنها فوضعها بين يديه فماتت وهي بين يديه وصاحت أم أيمن فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم أتبكين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت ألست أراك تبكي؟ قال إني لست أبكي، إنما هي رحمة، إن المؤمن بكل خير على كل حال، إن نفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل. هكذا يعني من هذه الابنة الحديث أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي، تقضي يعني تشرف على الموت، قرب موتها. نعم، فإذا من هذه البنت؟ ابنة له، قضى بمعنى مات، إذن تشرف على الموت. وهذه الابنة كانت صغيرة، زاد النسائي بروايته صغيرة، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة له صغيرة تقضي، هي كانت صغيرة، لذلك احتضنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعها بين يديه. احتضنها يعني جعلها في حضنه، الحضن يعني هذا الجانب الجنب، جعلها في حملها في حضنه وهو ما دون الابط إلى الكشح،
فولعها بين يديه أي بين جبهتيه المسامتتين ليمينه وشماله قريبا منه. فسميت الجهتان يدين لكونهما مسامتتين لليدين. بين يديه يعني بين جبهتيه. نعم يعني في الأمام والله. لكن هنا مشكلة، لماذا؟ هذه بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهن كبرنا وتزوجنا ثم توفينا متنا، ما فإذا من هذه الابنة؟ ذكر إبراهيم الباجري وليس المراد بنته لصلبه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان له 4 بنات وكلهن كبرنا وتزوجنا، وإن كان 3 منهن متنا في حياته، 3 منهن متنا في حياته، ثم فاطمة رضي الله عنها فقط توفيت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. لكن لا يصلح وصف واحدة منهن بالصغر، وقد وصف في رواية النسائي به، فتعين أن يكون المراد إحدى بنات بناته. بنات بناته من هي؟ وهي أمامة بنت بنته زينب المتقدمة. لكن هذه هي المشكلة، لماذا؟ هذه أمامة تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومات عنها كما اتفق عليه أهل العلم بالأخبار، هي عاشت بعده صلى الله عليه وسلم، يعني هي توفيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على زواج أيضا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فإذا ليست أمامة أيضا. ذكر علي القاري رحمه الله تيبي الآخر من هذه. فإما أن يقال وقع وهم في هذا الحديث، لو كان يعني فاطمة، هذا التيبي ذكر لفاطمة لا أمامة، فإذا ينبغي أن يقال أنها أشرفت على الموت ثم عافاه الله تعالى ببركة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا صرح في الحديث التصريح أنها ماتت، فماتت وهي بين يديه وصاحت أم أيمن، هذا الموت صريح في الحديث. إذن هذا تأويل لا يمكن، يعني لا يتفق مع هذه الرواية، لكن يتفق مع رواية أحمد فقط. فإذا إما أن يقال وقع وهم في هذا الحديث، إما في قوله تقلي وقوله وهو يموت بين يديه، والصواب ابنه، ابنة له لا، بل الصواب ابنه، أخذ ابنه الصغير. نعم. فإذا كان كذلك فيحتمل أن يكون المراد به أحد بنيه، إما القاسم وإما عبد الله وإما إبراهيم، فإنه ماتوا صغارا في حياته، ويحتمل أن يكون المراد ابن بعض بناته وهو الظاهر. ففي الأسباب الميلادية أن عبد الله ابن عثمان من رقية بنته صلى الله عليه وسلم مات في حجره فبكى. على كل حال هذا حديث مشكل هكذا تأويلات. ثم فإذا هنا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكارا على أم أيمن، أم أيمن حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنكر عليها في بكائها، وسأل لها تبكين عند رسول الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن البكاء، ثم في حضرته أنت تبكي؟ أنت تبكي؟ فقالت ألست أراك تبكي. نعم. أنت نهيت عن البكاء صحيح، ومع ذلك أنت تبكي، إذا كيف لا أبكي؟ هذا بكاء يعني موافقة إلى بكاء رحمة فيه موافقة إلى. نعم. قال إني لست أبكي، إنما هي رحمة،
فإذا هي بكت مع الرفع الصوتي. هذا البكاء مع رفع الصوت يعني من هي؟ هذا حالة البكاء حالة الضحك. الكهكهة يعني من هي؟ بل يعني التبسم ثم الضحك فقط. كذلك هنا في البكاء يعني رفع الصوت من هي بكتها. رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى برفع الصوت. نعم. لذلك قال إني لست أبكي يعني بكاء منهيا ممنوعا، إنما هي رحمة يعني هذا سيلان الدموع من العين، هذا رحمة، هذا بكاء رحمة. إن المؤمن بكل خير على كل حال، على أي حال كان مؤمن بكل خير. إن نفسه تنزع يعني نفس المؤمن تنزع يعني يخرج روحه من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل في هذه الحالة إذن ويحمد الله. هذا معنى قوله المؤمن في كل حال بكل خير. الباب للملابسة، لماذا؟ لأنه يشهد المحنة عين المحنة فيحمد على المنة. نعم. لو كان له محنة فيحمد على المنة. نعم. يكون هناك منة أخرى، يكون في حياة كل رجل محنة منة محنة منة، عند المحنة هو يرى المنة، فإذا يحمد الله على المنة. هكذا. ثم وبه قال حدثنا محمد بن بشار رضي الله عنه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي رضي الله عنه قال حدثنا سفيان رضي الله عنه عن عاصم بن عبيد الله رضي الله عنه عن القاسم بن محمد رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون وهو ميت وهو يبكي، أو قال عيناه تهراقان. تهراقان يعني من أهراق يهراق، نعم، تذرفان تسيل دموعهما. هذا عثمان بن مضعون رضي الله عنه أول من توفي في المدينة بعد الهجرة، نعم، أول من دفن في البقيع. هكذا. هذا أيضا رحمة للميت، البكاء رحمة للميت. وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور رضي الله عنه قال أخبرنا أبو عامر رضي الله عنه قال حدثنا فليح رضي الله عنه وابن سليمان رضي الله عنه هلال بن علي رضي الله عنه أنس بن مالك رضي الله عنه قال شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان، فقال أفيكم رجل لم يقارف الليلة؟ قال أبو طلحة رضي الله عنه أنا، قال انزل، فنزل في قبرها. هذا ابنة يعني ابنة كبيرة، ليس في روايات هذا الحديث أن الابنة صغيرة بل هي كبيرة. من هذه؟ هي أم كلثوم زوجة عثمان بن عفان رضي الله عنه كما رواه الواقدي. نعم. ثم أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا كان رؤوفة على الميت. ثم قال فيكم رجل لم يقارف الليلة، لم يقارف الليلة معناه وارد بأنه يعني لم يقارف الذنب، لم يرتكب الذنب، أو معناه لم ينازع غيره في الكلام، أو معناه لم يجامع أهله زوجته. هكذا يعني اختلاف للشراح في معنى قوله لم يقارف. إذن لماذا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، من لم يقارف منكم؟ لأن المقارفة وعثمان زوجها إنما منع من النزول معها لأنه باشر تلك الليلة عمدا له، فلم يعجب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لاشتغاله بها عن زوجته المريضة المحتضرة، فأراد أن لا ينزل في قبرها معاتبة عليه، وكنا عن هذا السبب في المنع بقوله لم يقارف. هكذا ذكر بعض الشراح. قال ابن حجر رحمه الله وهو ظاهر إن صح ذلك، يعني عثمان بن عفان رضي الله عنه
يعني جامع باشر تلك الليلة تامة له، هذا لو صح فلا بأس هذا التأويل، وإلا فإذا قوله إشارة إلى ضعفه لعدم ثبوته، وإلا فالحكمة عندنا المجامع ضعفه، ضعف المجامع عن إلحادها، ضعف المجامع عن إلحادها، إلحاد الميت. والمطلوب في الملحد أن يكون قويا أو قرب عهده بالنساء، فربما يتذكرهن بمخالطة بعضهن فيذهل عما يطلب من ملحد الميت. نعم، لو كان قريب العهد بالنساء يكون يعني في خياله تلك التفكرات لئلا يتفكر يعني شيئا، أن يكون أن يركز ذهنه في أمور الميت وتلحيده، هكذا أمر. نعم. ثم بعده باب ما جاء في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، باب ما جاء في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذا الباب حديث يعني نقرأه معنا. نعم، الفراش بكسر الفاء ما يبسط الرجل تحته ويجمع على فرش، وهو فعال بمعنى المفعول كاللباس ونحوه مما هو شائع. فراش فرش. نعم، ما يبسط الرجل تحته، لماذا يبسط تحته؟ للجلوس عليه أو للنوم عليه، هكذا. نعم، ثم يعني ما جاء في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من صفة فراشه، ما هو ما جاء في خشونة فراشه صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ ليبتدى به. نعم، بالنسبة إلى الفراش قد ورد في صحيح مسلم فراش للرجل وفراش لزوجته وفراش للضيف وفراش للشيطان، معناه هو يحتاج إلى فراش، وذا يعني ينبغي لزوجته إلى فراش، ثم ينبغي لضيفه إلى فراش، هكذا ثلاثة فرش. ثم لو كان عنده فراش الرابع فيكون للشيطان، لماذا؟ يكون خاليا فيسكن الشيطان، وإنما أضافه للشيطان لأنه زائد على الحاجة مذموم. نعم، وقيل لأنه إذا لم يحتج إليه كان مبيته ومقيله، يعني كان مبيت الشيطان ومقيل الشيطان، هكذا ورد في حجر في بيوت المنزل، في حجر المنزل، حجرة لك وحجرة لأهلك وحجرة لضيفك، والرابعة للشيطان. نعم، هكذا. فإذا يعني لو كان عنده زوجات يكون لكل زوجة فراش، ثم لو كان عنده ضيوف كثيرة يعني فيأتي يفيد عليه ضيوف بكثرة، فبحسب الحاجة يزيد. نعم، هذا العدد ليس بقيد. ثم وبه قال حدثنا علي بن حجر رضي الله عنه قال أخبرنا علي بن مسهر رضي الله عنه عن هشام بن عروة رضي الله عنه النبي أن عائشة رضي الله عنها قالت إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من عدم نحشوه ليف. نعم، الذي ينام عليه، الذي يجلس عليه ذاك آخر. نعم، هذا أيضا عدم يعني جمع عدمة أو جمع عديم، هذا الجلد جمع عديم، هو الجلد المدبوغ أو الأحمر أو مطلق الجلد. نعم، ثم وهذا أيضا باعتبار زوجاته صلى الله عليه وسلم، وإلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقد وينام على الأرض أيضا بدون فراش. حشوه يعني محشوه،
على الفراش كان محشوا من ليف النخل. نعم ليف النخل. نعم يعني يدخل يكون هكذا طاقاني ثم يكون محشو في داخله هذا. نعم هذا غليظ جدا. نعم لو كان الحشو قطنا ها نعم يكون لينا. ثم وبه قال حدثنا أبو الخطاب رضي الله عنه. أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري رضي الله عنه قال حدثنا عبد الله بن ميمون رضي الله عنه قال أخبرنا جعفر بن محمد رضي الله عنه النبي قال سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك؟ قالت من ندم حشبه من ليف. وسئلت حفصة رضي الله عنها ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك؟ قالت مسحا نثنيه ثنيتين فينام عليه. فلما كان ذات ليلة قلت لو ثنيته 4 ثنيات لكان أوطأ له. فثنيناه له 4 ثنيات. فلما أصبح قال ما فرشتم لي الليلة؟ قالت قلنا هو فراشك إلا أن ثنيناه 4 ثنيات. قلنا هو أوطأ لك. قال ردوه لحالته الأولى فإنه منعتني وطأته صلاة الليلة. إذن هذا جعفر بن محمد النبي يعني محمد. وقال سئلت عائشة ثم سئلت حفصة هكذا كلهن يعني يسألنا عن يعني أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيوتهن من بين ذلك سئل عن فراشه صلى الله عليه وسلم عن مسح هكذا يعني مسح فراش خشن من صوف. هذا هو المسح فراش خشن من صوف. نثنيه يعني ثنيتين أو ثنيتين هكذا نعم هذا رد بعضه على بعض هكذا. ثم هكذا عادة ثم مرة قلت يعني في نفسي لا لو ثنيته 4 ثنيات نعم ثنيتين نثنيه ثنيتين فينام عليه. فلما كان ذات ليلة قلت لو ثنيته 4 ثنيات لكان أوطأ له. فثنيناه 4 ثنيات. فلما أصبح قال ما فرشتموني الليلة؟ قالت قلنا هو فراشك إلا أن ثنيناه 4 ثنيات. قلنا هو أوطأ لك. قال ردوه لحالته الأولى فإنه منعتني وطأته صلاة الليلة. نعم جعل يعني 4 ثنيات رددنا هكذا 4 مرات. فإذا صار يعني أوطأ يعني ألين وطأت يعني ألين. فإذا ماذا حدث؟ يعني منعت رسول الله صلى الله عليه وسلم التهجد في تلك الليلة. يعني هذا لين الفراش هو منعني لينه تهجدي تلك الليلة الماضية. هذا معنى منعتني وطأته لأن تكسير الفراش أو تلين الفراش سبب في كثرة النوم ومانع من اليقظة غالبا بخلاف تقليله فإنه يبعث على اليقظة. تقليل الفراش تغليل الفراش أو كان يعني خشنا غليلا ويبعث على اليقظة من قرب غالبا. فإذا لتعليم هذه الحكمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. فإذا ينبغي أن يكون الفراش يعني غليلا خشنا. قال إبراهيم الباجوري لأن يبتدى به. نعم ونكتفي بهذا القدر في هذا الدرس إن شاء الله سنتواصل. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.